بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. في مثل هذا اليوم ذكرى مولد واحد من اعظم رموز النادي الاهلي عبر تاريخه، حامي حمى التقاليد والمبادئ والقيم، ايقونه هذا الجيل والجيل السابق والاسبق، الكابتن صالح سليم الذي نفتقده حقيقه. ماذا كنت تفعل يا كابتن صالح لو كنت موجود بيننا هذه الأيام فيما يحدث في النادي الأهلي وللنادي الأهلي؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دوما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل ذكرى واحد من أعز الرجال، من أخلص الرجال، من أشجع الرجال. يمكن بيان النادي الأهلي في نعي الكابتن صالح وصفه بكل هذه الصفات، وكلها كانت قليلة علي. لم يكن صالح سليم مجرد شخص عاش في النادي الأهلي وللنادي الأهلي، لكنه بالتأكيد تاريخ كبير جدا يحوي الكثير من معاني قيمة ورفعة وعظمة النادي الأهلي. مؤكد في ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم يحتاج الجميع إلى تدارس معنى المايسترو وسر عظمة المايسترو اللي هنحاول نتوقف معها قليلا مع المهندس عدلي، لكن دعونا نطرح عليكم ابرز ما لدينا من عناوين. تسمح قبل ما نستطرد في العناوين؟ نتقدم بخالص العزاء لاثنين من رموز الرياضه المصريه، الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه، وفي وفاه والده الدكتور وفي مشرف أحد رواد تنس الطاولة، وأيضا كان رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، واحد أبناء الأهلي الكبار، واحد أبناء الأهلي، ومن عائلة أهلوية شديدة كلها من أبطال تنس الطاولة. صحيح، البقاء لله مشاطير الأحزان، ونعزي أنفسنا. كما نشاطر الكابتن فاروق جعفر في وفاة شقيقته. يعني هو أسبوع مليء بالأحزان، ولكن أيضا مليء بالعبر، فلنتوقف أمام الموت لنضطعد. كل التعازي، كل المواساة، كل الدعوة بالرحمة لوفاة الدكتور وفيق مشرف وشقيقة الكابتن فاروق جعفر، تغمد الله الجميع بواسع رحمته. أبرز عناوين الحلقة: ضربة البداية نفوتها المرة دي، لكن اشتغلنا بقى. وأخيرا سوء التحكيم ولا سوء الجمعة؟ حلقة فيها الكثير من المعاني اللي لازم نتوقف معاها، خاصة أنها تمثل ضربة بداية لموسم جديد نأمل ونتمنى أن يكون موسما ناجحا إن شاء الله. باشمهندس، 11 سبتمبر، يعني زي ما حدث قلب الكون وأحدث تغيرات كتيرة جدا على سطح الكرة الأرضية مع اعتداءات نيويورك، كانت 11 سبتمبر. 11 سبتمبر عام 30 ولد من أحدث في النادي الأهلي نقلة نوعية تاريخية، لعل بصمته الغائرة فيه تبقى عبر الأجيال. كل الأجيال الجديدة اللي بتحب صالح سليم وبتدافع عن صالح سليم وبتغير على ذكرى واسم الكابتن صالح سليم، لم تعش عهد صالح سليم، ما شافتش الكابتن صالح، ما عايشتهوش، لكن سر عظمة المايسترو كما لمستها أنت إيه؟ اللي حبوا صالح سليم وعشقوه ولم يروه حبوا فيه النادي الأهلي. أيوة، لأنهم يعشقون النادي الأهلي. فلما يروح يمين يروح شمال فوق تحت يصطدموا بأن الكابتن صالح سليم كان الدرع والحامي وقائد لواء حماية المبادئ والقيم التي تقود إلى الانتصارات. صالح سليم أحب النادي الأهلي كما ينبغي أن تحب. أيوة، أي شيء بتحبه. أيوة، كيف نحب من نحب؟ أيوة، أحب الأهلي شامخا، رائدا، متفردا، أحب النادي الأهلي صادقا، أحب النادي الأهلي لا يسعى إلا لحقه ولا يتنازل عن حقه ولا يسعى لحق ليس من حقه، لذلك كان دائما منتشرا. الكابتن صالح كان صادقا مع نفسه فصدقه الجميع. الكابتن صالح كان شجاعا في مواجهة الأزمات فتغلب عليها جميعها.
الكابتن صالح زهد الدنيا فأتت إليه. الكابتن صالح رفض النجومية فسعت إليه. رفض النجومية، كان بيتضايق من حد يشيله. رفض النجومية فسعت إليه. الكابتن صالح لم يطلب شيئا. المثل الذي يقول أذل الحرص أعناق الرجال، لم يطلب الكابتن صالح سليم يوما شيئا ولم يتمنى مجدا شخصيا، ولذلك عرقه كان في السماء دائما. هيحلوا المجلس يا كابتن اللي عملت كذا، يحلونا يا عم ويريحونا، يا كابتن صالح مش عارف ايه، ما فيش الا كده الاستغناء. تبقى وزير اعمل بيها ايه، تبقى رئيس اتحاد لما يصلحوا الدنيا الاول، استغناء عن كافة شيء. كانت دي قوه الكابتن صالح، فصدقه الجميع. الكل يتحدث انا الاقرب الى الكابتن صالح سليم، ماشي، هو مش مزاد ومحدش هيعرف حاجه لان الراجل في رحاب الله. ايوه، لكن اللي يقول انا الاقرب يبقى هو التلميذ الانجب. ايوه، وانت قريب هتعمل ايه؟ هو ما كانش بيقرب منه غير اللي زيه. أيوة. اول ما فيش حد زيه. لكن اللي ماشيين على كتالوجه، اللي مصدق انهم يحملوا جينات الاهلي. فلما تقول انا الاقرب الى الكابتن صالح سليم، طب هو الكابتن صالح سليم في يوم ما كان هيعمل اللي بيحصل النهارده؟ كابتن صالح سليم كان هيحيط نفسه بمن يخترق النادي الاهلي ويسيء اليه؟ حتى لو كان بيمجد فيه هو شخصيا. الكابتن صالح سليم كان هيسمح لمن يسعى لشق الصف في النادي الاهلي؟ الكابتن صالح سليم كان هيضحي بتاريخ الاهلي وينقله من المقر الاشهار والمقر الواحد، والذي وصل كفاح الكابتن صالح سليم ان يتصدى بالقانون ليحافظ على وحدته ويقول ان هو ده المقر الرئيسي ولا يوجد مقر غيره؟ ها، هو ده الكابتن صالح سليم. من يريد ان يقول انا الاقرب الى صالح سليم فليستحضر كتالوج الكابتن صالح سليم في الازمات، والله هيحلها في يوم، هيحلها في يوم. افتقد الكابتن صالح سليم ومعي كل الاهلاويه المخلصين نريد ان نعيد الاهلي الى كتالوج كابتن صالح سليم. الف رحمه ونور على الكابتن صالح سليم، فعلا هنحتاج. خلي بالك من نقطه استاذ ابراهيم، رحم كثيرا الذين عبسونا بتاريخ الاهلي، يقول لك الكابتن صالح سليم وكتالوج الاهلي ومبادئ النادي، ويتحدثون بنوع من الاستخفاف. هذا هو مربط الفرس. مش هم عارفين ان الكوره رايحه جاي، هم عارفين ان النشاط الرياضي رايح جاي، لكن اللي كيدهم قوي كلمه مبادئ وثوابت النادي الاهلي. فلما ينساق بعض المنتمين الى النادي الاهلي الى هذه النغمه، بناقصهم بناقصهم، لان هو ده بالظبط الانتصار الاستراتيجي لمن يكره النادي الاهلي، ان تلتقط هذه اللغه تتحدث بها. لا، ثوابت النادي الاهلي اسبق من النتائج، اسبق من المصالح، اسبق من اي حاجه. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم يا استاذ ابراهيم. الف رحمه ونور على روح الكابتن صالح سليم. 11 سبتمبر ذكرى ميلاده، لكن هنظل دايما وابدا نفتقد الكابتن صالح، ونحتاج الى تدارس مسيره وتفاصيل سيره صالح سليم. النهارده الاهلي وديا بيلعب. طيب هنشوف شوارب مجهز لنا عن الكابتن صالح سليم الانسان، نشوف الفيديو.